هل يعني هذا أنه أي نية يصاحبها شعور خوف لا نضعها؟ Thank you أمل. Oh my god. أكيد أنه أنت محتاج تفهم شعورك لما تحط النية ولما تشوفها ولما تحسها، وتفهم أنه كل ما كان الشعور مطمئن كل ما كانت النية متطابقة، كل ما كان الشعور مرة محمس أو مخيف كل ما كانت النية ما هي ضابطة معك، مش تبعنا. يعني لما تشوف الطيارة الخاصة وتحس الموضوع Oh my god طيارة خاصة يا جماعة طيارة كذا، يعني لا معلش لا تحط النية، الموضوع مرة مخيف. تقول لا ماني خايف، بالعكس مرة الموضوع حماس. هو عشانه حماس، هو عشانه حماس مطابق الموضوع. أو لا تقول طيارة خاصة والله الموضوع مخيف، والله ما أدري، ما طيارة خاصة تبعات وتكاليف وشلون. وأقولك اهدى، ما ترى ما يحتاج، مو بالضرورة، من قال إنه لازم طيارة خاصة؟ ما يحتاج، ما يحتاج، الحمد لله عايشين ومطمئنين وعندنا رزقنا ونايمين باستقرار، ما يحتاج طيارة خاصة. فهو كذا يعني لا طالع ولا نازل، كلهم يعني لا تتصورين حتى المشاعر الرائعة يعني إنه النية جيدة، لا لأنها لازم تكون هي قريبة من الآن، قريبة من الآن، من الشعور الآن اللي أنت تعيشه إنه جيد، قريب من العادي، يعني أعلى من العادي شوية، لا يكثر. طيب عموما ترى شرحت كل هذه الأشياء في كارما النوايا، مادة ممتازة جدا. كيف أعرف النوايا اللي تخدمني العام القادم؟ احنا بنكتب طبعا في الورقة، بنكتب. الشيء الثاني تكلمت في قفزة 2024 عن الأسباب والنتائج، ممكن تحضرينها. في النهاية يعني كل واحد هو عنده قصته، وكل واحد هو صحيح انك المفروض تستأنس في الواقع، يعني وش قاعد يصير، وش الأنسب، وش كذا، بس في النهاية قصتك تحكم، قصتك في النهاية هي اللي تحكم، صراحة هي اللي تحكم. نون يا ماما تقولك متى أعرف الوقت المناسب للتنظيف؟ حبيبتي أنتي، إحنا تونا مخلصين الخريف ومشتغلين وكذا، دايم كذا، دايما إذا قفلنا أبنوس وين أبنوس كنت بأشترك يا، وهكذا. صديقتي FH تقول دائما أكثر نوايا بداية العام، ودي هالمرة أقلل وتكون واضحة متفقدة جيبي، تأيديني؟ مرة مرة معك مرة، واللي يتذكر شلون كتبنا السنة اللي راحت بنرجع هالسنة هذه ونكتب، راح يشوف ان الموضوع يعني لازم انك انت تميلي، لانك انت تساعد نفسك على التطور مو التدمير، لان النية اداة كبيرة للتدمير ترى والاهداف اذا ما استخدمناها بشكل صحيح. تقول انا ما ابغى احط معكم نية الثراء، ابغى الستر من الآن. ها شوفي أنا أقول حطي شوية، مثلاً خلنا نقول راتبك 10,000، قولي أبغى راتب 11,000، عرفتي؟ حطي شوية يعني، بس إذا حسيت إنك خايفة أكيد لا تدخلي معنا. تقولك جيبي فاضي ما أكتب نوايا، مو صحيح إنه جيبك فاضي، مو صحيح. هو ممكن النية هذه لها جيبك فاضي، بس مو صحيح ان جيبك فاضي، جيبك عندك اشياء، كلنا عندنا شيء في جيبنا، بس مو بالضرورة يخدم النية هذه. يعني عندك في جيبك وقت، عندك امكانية جهد مادي، عندك طاقة، عندك شعور جيد، عندك مساعدين، اشخاص ممكن يساعدونك، عندك أفكار، فما بالك أنه ممكن يكون عندك أشياء أكثر، عندك أموال، عندك وظيفة جيدة، ما ندري، فكلنا عندنا، بس الفكرة أنه مرات أنت تروح زي ما نقول للنية اللي جيبها فاضي،
بس كلنا عندنا في جيوبنا أشياء نختلف يعني كلنا في مطبخنا مكونات، لكن مو كلنا عندنا مكونات الكيكة. ممكن بعضنا عندنا مكونات الكبسة ولا مكونات ورق العنب. فأنت تبغى تفكر تقول إيش اللي في جيبي، إيش اللي في مطبخي أقدر أطلع منه الطبخة. ما سوري والله مطبخي ما في مكونات الكيك، فالسنة هذه ما في كيك، بس بيكون عندنا ورق عنب، بيكون عندنا محاشي، بيكون عندنا كبسات، بس ما في كيك. ما في كيك أصلا، ما في سكر. ما في سكر. فهي كذا يعني، وش اللي موجود، وش المتوفر. بي اتش ألا حبيبتي تقول إذا كان قريب لي تضرر من علاقة مدمرة لكنه متعلق. نويت لينفصل، هل هذا الشيء في كارما لي أم أكون محصنة من هذه النية؟ شوفي أنا ما أعرف مين يكون، قد يكون ابنك وانت قلبك محروق، يعني تشوفين ابنك متعلق بوحدة وهي مدمرته تدمير، مرة يوجع الموضوع، مرة يوجع. بس أظل أقول استل ما حد له حق يحطني لأحد إلا إذا هو جاء وسلمك الريموت كنترول، قالك ماما تفضلي أو أختي تفضلي، وش أسوي؟ تراني ما عاد معي ريموت كنترول، قولوا لي وش الصحيح، تراني ضيعت الطريق، ساعدوني يا جماعة، تراني في الطريق المنحدرة. أوكي ذاك الوقت حطي له النية، وضحي له، ساعديه. بس ما أعتقد أنها فكرة جيدة أنك أنت تحطين النية تقولين تدمر يعني من هذه العلاقة. أبغى أقول لك هذا مقصود في القصة، هذا مقصود عشان تنفتح اللمبة، مقصود في هالعلاقة أنها تنفتح اللمبة. والآن أنت يعني الآن أنت حطيتي نية الانفصال، طب الآن لو انفصل وتدمر أكثر شو موقفك؟ صدق والله صدق، يعني نفترض انك انت ام الان وقلتي يا رب ينفصل، واخذت المرأة الاكشن وقالت باي باي، طح عليك مريض، ما كان مريض كان اوكي بس يعني نفسيا تعبان، شو موقفك؟ ولا سوى اكزت، شو موقفك؟ شوفي ابغى اقول لك، في ناس يعيشون في قصص كثير مؤذيه تقولين يا ربي ليش ما يطلعون، ما يقدرون، لو يقدرون كان طلعوا، لو فعلا هم يقدرون كان طلعوا. فاحنا نحط لهم نوايا يمكن يروحون المكان هم ما يقدرون عليه، هم يقدرون على هذه العلاقه ويقدرون على الالم اللي فيها، يقدرون على الظلام اللي فيها، لكن ما يقدرون على غيرها. فراح تجي لحظة من اللحظات يستيقظون، لأن هذا المقصد من العلاقة أصلا، هي علاقة كارمية، المقصد منها أنها تنفتح اللمبة. لما تنفتح اللمبة يستطيع أن يرى أن هناك شيء غير العلاقة أفضل من العلاقة، يقدر يعيش بدون العلاقة. وعشان كذا قلت لكم قبل، ما المفروض الأم أنها تمنع بنتها من الطلاق ولا تدفعها للطلاق وهي ما اتخذت هذا القرار، حتى لو شافتها تتأذى. انت تعرفين درجة الإيذاء اللي ممكن هي تتأذاها إذا طلقت هي مو جاهزة؟ راح يكون إيذاء مضاعف، تقعد عندك تنهار، ممكن تمرض، ممكن تدخل في حالة تتخرف عليك. خليها، هو موقع عقد عقود روح في بعد ما، في مكان ما، إنه يولع لها اللمبة بالخزرانة للأسف. فلما تولع اللمبة ترى أن أمها صح. أي بس ما كانت صح بالأول، هي صح الآن لأنك أنت ولعتي اللمبة واستيقظتي وفهمتي. وهكذا إحنا ندعي لهم، نساعدهم لما يطلبون المساعدة، لما يجون يشاورونا نعطي رأينا بشكل حقيقي وصادق وواضح. ممكن مرات ما نقدر مساعدة، نوجههم للشخص اللي ساعدهم. بس
هاي تقدرين تسوين حبيبتي. الله يعينك، ما هو سهل يعني، تخيل هذا ابنك مو سهل. رقية تقول ما لنا حق نحط نية لأحد، لكن هل لدينا حق ندعي لهم مثل الآيات للجماعة هدينا الصراط المستقيم؟ إيه أكيد أكيد، بس مو بالتحديد، شفتي مو الدعاء المحدد يا ربي إنها تتزوج. طب يمكن ما تبغى تتزوج، يمكن ما تبغى تتزوج، يمكن الزواج هذا يعني مصيبة يجي عليها. يعني ندعي بالخير، ندعي بالتوفيق، ندعي بالتيسير. مرة تيسير حلو، التيسير والرزق والخير كذا، أشياء عامة يعني. لكن في أشياء ممكن إنك أنت تخصص، يعني ممكن لأنك أنت مشمول في القصة هذه. يعني مثلا إنك تدعي للأرض اللي أنت فيها، صحيح في ناس ثانيين بيدخلون بس تدعي، يعني مثلا إنه الأرض اللي أنت فيها أو البلد اللي أنت فيها تكون بلد ثرية. حط النوايا، ادعي هذه الأدعية. على فكرة البلد الثري هو وشو؟ هو عبارة عن مجموعة هائلة من الأشخاص اللي ناويين يتثرى. مجموعة هائلة كلهم كذا كذا بشكل موحد ناويين الثراء، وين تفر منهم نية؟ تفر 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 تفر، بعدين تجي تحضر وهم يصححون ويعدلون ويساعدون أنفسهم ويساعدون بعضهم. بس هذه مقبولة، صحيح إنك أنت ما نويتها للأشخاص بس نويتها للأرض، نويتها الأرض إن الله يرزق هذه الأرض ويكثر رزقها ويجعلها أرض ثرية وكذا، فتلحق الآخرين لكن لأنك أنت موجود فيها. فهذا المقصد. تقول خلنا نسوي نية ثراء للسعودية، مسوينها مخلصين. ما عليك، العالم مشتغلين كلهم.